السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد. وهالمرة الفيديو حول هاي اللابتوب ال اتش بي الحديث، مواصفاتها عالية، كور اي 7 وعليها كارت شاشة اعتقد 4 جيجا جي تي اكس انفيديا. هاي اللابتوب رايحة لمصلح ثاني موديها رجال شايب للصيانة، قايل له المعالج مال حاسبتك محروق وبعد التطبيق، وقايل له ما تصير طبعا. بعد ما طبقوها منطينا الام 2 بهالشكل هذا، الام 2 عازلي، ليش عازلي ما اعرف، على انه ممكن بياناته اللي تروح. طبعا موديلها 15 شارحة اي كي 031 NG. الحالة مالتها خلي اشوفكم اياها، من نربط الشاحن ضوء الشحن يشتغل مثل ما تشوفون، ومن نشغلها بهالشكل هذا اضوية التشغيل ايضا تشتغل كأنما اشتغلت الحاسبة، ولكن شاشتها سوداء. فالمصلح اللي قبلي قايل انه المعالج مالها خربان، خلينا نفككها سوا ونشوف شنو اللي خلى المصلح اللي قبلنا يقول عليه يقول انه المعالج مالها تالف او خربان. خلينا نفككها سوا شباب. يا شباب، بعد ما فسخنا اللابتوب اول شغله خلينا نسويها كالعاده نصفر البايز مال الحاسبه. خلينا نرفع بطاريه البايز ونصفر البايز بهالطريقه، نلامس القطب الموجب مع القطب السالب مال بطاريه المذربورد. بعد رفعها طبعا تنتظر ثواني، يا شباب بعد ان حرقنا النسخه مال البايز على الفلاش، وارجع واكد الطريقه موجوده في فيديو سابق على القناه. خلينا نحط الفلاش باي يو اس بي، لنفرض هذا اليو اس بي، بعدين نضغط على حرف البي ونشغل اللابتوب بهالصيغه هاي، ونضل دايسين على حرف البي. ما نجحنا بالعمليه الاولى، شمطها، نرجع الشاحن مره ثانيه، نجرب الطريقه الثانيه اللي هي الويندوز وحرف البي. بالطريقة هاي دقمة الويندوز إضافة إلى البي، نجرب مرة ثانية. ومثل ما تشوفون شباب الصورة اجت على الشاشة، والمشكلة كانت عندنا بالبايز مثل ما تشوفون. انتر، كأنه صار فريز عندنا شباب، جاي ادوس انتر ما جاي تستقبل. خلينا نحاول نرستها، كنترول ار ديليت. مشكلة هاي اللابتوب جاية من المانيا، ف دقم مالها شوية غريبة، ما جاي القى حتى الريستارت مالها وين. خلينا نطفيها بالشكل هذا، نرجع نشغلها مرة ثانية. بسم الله، قايلين المعالج مالها محروق، خطية المسكين. فقدت الصورة مرة ثانية، خلينا ننتظر شوية. نشحن بايز مرة ثانية شباب، نشحن بايز من جديد، علامة الويندوز والبي، حط الشاحن ونشغل، او حتى حط الشاحن وبعدين ندوس الويندوز والبي وشغل بهالطريقة هاي. تمام، جاي تنطي هاي العلامة Product information not valid. Not valid the following product information programmed into this system board is missing or invalid. System board CT number inter. احتمال يكون عندنا صار مشكلة شباب بحرق حرق البايز على الفلاش، لأنه احتمال جاي يصير عدم توافق بين نسخة البايز اللي حطيناها على الفلاش والنسخة البايز الخاصة بالحاسبة، ممكن اكون اخطأت بالتنزيل مال النسخة. خلينا نجرب محاولة اخيرة بزر البي فقط، البي تشغيل، ماكو نتيجة شباب. راح اعيد شحن البايز على الفلاش واحاول مرة ثانية ان شاء الله، خليكم ويانا. قمت بإعادة شحن البايز مرة ثانية على الفلاش، خلينا نجرب مرة ثالثة ونشوف. بسم الله،
خلينا نجرب بدون ما ندوس اي شيء، مجرد وضع الفلاش، لانه قريت ملاحظه هسه بالبرنامج مال بايوز الخاص بشركه اتش بي يقول لي ماكو داعي تضغط اي حرف، بس تخلي الفلاش وشغل الحاسبه. خلينا نجرب هاي الطريقه. انتظرنا فيما فيه الكفايه شباب بدون نتيجه. شمط نجرب هالمرة ويندوز وبي تشغيل. اعتقد شباب المشكلة صايرة بالنسخة مال بايز، يعني انا جاي ادخل الموديل بشكل صحيح ولكن الظاهر اكو مشكلة بالنسخة البايز، والحاسب مثل ما اشوفه جاي تشتغل وانما تشتغل بس تفرز بهاي المنطقة، جاي يصير فريز. خلينا نصفر البايز مرة ثانية شباب ونرفع الهارد ديسك. بدون هارد ديسك نشغل هاتي، مال مرات الهارد ديسك اذا بيه خلل يدي لا تعطيل عمل الحاسبة. خلينا نشوف هسه ايضا ماكو. خلينا نجرب محاولة اخيرة شباب، نحط البطارية مال البورد. اذا تكون صوتش البطارية مال البورد ما جاي ياخذ النسخة مال البايز، حط نسخة نحط البطارية ونرجع نشحن البايوز بنفس الطريقة لأوفر يو اس بي. جاي اقدر اثبت البطارية بالشكل هذا، قدرنا نثبت البطارية شباب. نحط الشاحن على ضوء برتقالي مع الشحن. نحط، خلينا نجربها مرة يو اس بي ثاني شباب. نحطه هنا نجرب هالمرة ويندوز وبي تشغيل. بسم الله. ايضا نطت نفس المعلومات شباب، يعني تبطي هاي النافذة توقف بهاي المنطقة. شوفون، راح نجرب نشحن البايز على المذربورد مباشر شباب بالطريقة التقليدية بدون الحاجة يعني بدون الاعتماد على اليو اس بي. خلينا نشحن البايز بالطريقة التقليدية. هاي شباب نزعنا البورد من الكيس، خلينا نشحن البايز بالطريقة التقليدية. طبعا البايز بهاي المنطقة مثل ما تشوفون، راح نشحن البايز وان شاء الله يشتغل عندنا البورد بدون اشكالات. خلينا نرفع بطارية البايز، ما راح نحتاجه. يا شباب خلي نرجع بطارية البورد بمكانها. شحن البايز عن طريق المبرمجة بالطريق بالمحاولة الأولى صراحة ما انطت صورة. رجعت شحنت البايوز من مصدر ثاني وخلينا نشوفكم النتيجة شباب. مثل ما تشوفون شباب شاشة اللابتوب اشتغلت وانطت صورة بشكل طبيعي. خلي نحاول نطبع على ذات البايوز. مثل ما تشوفون شباب الحمد لله والشكر لله قدرنا نصلح هاي اللابتوب بعد ما كانت ما تعرض صورة. شحنا لها بايز عن طريق اليو اس بي ما مشى الحال، وشحنا لها عن طريق الطريقة التقليدية وعن طريق المبرمجة صلحت مثل ما تشوفون. هذا دلالة او
تجربة نتيجتها تدل على أنه مو دائما تعتمد على شحن البايوز عن طريق اليو اس بي. في بعض الأحيان قد يكون لسبب أو لآخر الحاسبة ما تتقبل البايوز عن طريق اليو اس بي، فبعد ما تجرب عن طريق اليو اس بي وما تحصل نتيجة أيضا جرب عن طريق الطريقة التقليدية أو عن طريق المبرمجة الخاصة بالبايوز حتى تحصل على نتيجة مشابهة للنتيجة اللي حصلنا عليها. هذا كل شيء عندي بهذا الفيديو شباب. إذا عجبتكم التجربة والنتيجة لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي تعليق حلو شجعوني على الاستمرار. هاي نتيجة التجارب اللي جاي نقوم بها أثناء عملية التصليح، وجاي نشارككم التجربة حتى تستفادون. أتمنى ما تحرمونا من دعمكم وإن كان بلايك وتعليق واشتراك بالقناة. كان وياكم سيف قدامي من قناة قداوي تك. في أمان الله شباب.